وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. رواه الترمذي وحسنه، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ونقل ابن كثير في النهاية تصريح ابن حبان له، وصححه الألباني في تخريج الطحاوية. ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير كما في فيض القدير، وأخرجه ابن عساكر كما في أنزل المنثور للسيوطي. ورواه الطبراني بزيادة: فإنهما حبل الله الممدود، فمن تمسك بهما فالحديث. وقال الهيثمي: وفيهم من لم أعرفهم. نعم، هذا هو الحديث ثابت: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفيه فضل الشيخين أبي بكر وعمر، وفيه أيضا إشارة إلى خلافتهما، هذه من الأشياء من الإشارة من الدلائل التي استدل بها الصحابة على حقية أبي بكر بالخلافة. ومن بعده عمر، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وهذا أخص من الحديث الآخر: عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين، أمر بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين عند خفاء السنة. وهذا فيه أمر بالاقتداء بالشيخين أبي بكر وعمر، وهو دليل على فضلهما. وفيه تحذير من البدع، فالذي يقتدي بالشيخين ويعمل بسنة الرسول قد يكون بعيدا عن الشبه، وأهل البدع وأهل الشبهات والشهوات لا يقتدون بالشيخين ولا يقتدون بأبي بكر وعمر، وإنما يعملون بأهوائهم وشهواتهم، فلذلك انحرفوا وظلوا على سواء السبيل. نعم.